we are seeing an aging population throughout the world, and an aging population will require more healthcare. Generally speaking, that's more medication. So this could have a very worldwide use. I think be very, very beneficial. These days there are combinations. So some of the drugs they may take, could have taken individually, are now put into combinations. So rather than two or three pills, possibly that could be done in one or two pills. But by and large, if you could accommodate maybe upward of eight spirals in the optimal, most people, I would think that would be fine. I think the immediate challenge would be to make sure it can deliver the appropriate pill, regardless of size, at the designated time. يعني الشخص مثلا كم نوع من الأدوية يأخذ في اليوم في البريسكريبشن يعني في نفس الوقت أقصد. هقول لك على حسب على حسب حالة المريض وعلى حسب الأمراض المزمنة اللي عنده. يعني لو قلنا مريض قلب وضغط وسكر ممكن ياخد في حدود الخمس انواع في اليوم. اكثر الاقتراحات من الخبراء كانت راح تفيدني في مرحله الهندسه ومرحله التصميم، فانا اخذها بعين الاعتبار، بس حاليا انا مركز على البروف اوف كونسبت واني اعمل قد ما اقدر اني انجح من البروف اوف كونسبت واصل المراحل الاخرى ان شاء الله. ايش رايكم نسوي شركة؟ اسمعونا ندخل شركاء. شركة ما ترى والله كلهم اللي هنا أكثر شيء بعد فيهم فكر بزنس. يوسف يسوي لنا التصميم مال المكان إن شاء الله. وأنت أنا وأنت ما مخبخ. نسوي الأجهزة. أنا دائما من النوع اللي أخلص يعني مثلا أقعد ساعة واحدة، بعدين أعطي نفسي ربع ساعة أروح أقعد مع زملائي في البرنامج. أقول لك السنة الجاية أنا المكان عندك. عليك طلب ولا كذي؟ السنة الجاية. التصميم الهندسي بالنسبة لي في هذه المرحلة وقف مؤقتا، ورحت أركز على الجانب الطبي وزدت معرفتي شخصيا. أنا يعني مش دراسة طبية، فحاولت أني قد ما أقدر أتثقف في المجال الطبي وأعرف حاجات المرضى. لازم نحن يعني ننتبه لكل الأشياء. حلو. لحول لك هذا اللي منتج الورست كيس سيناريو. طيب نحن عم ناخذ دواء للقلب. حلو. ماشي؟ إنزين. وانا هذا الدواء شايف هلا صار في عندي لنقول وجع في القلب، وجع في الصدر. حلو. وانا دكتور بيقول لي انه بدك تاخذ وقت اللي بدك، في عندك زر لانه whenever needed بيجي. انا هالنقطه بعد قال لي من قبلك الدكتوره جات هنا، ويعني ممكن احط سباريال. هاي كل امكانيات. يعني في عندك من ناحيه ممكن ياخذ دوز جرعه كبيره ويتاذى، ومن ناحيه ثانيه هلا بده ما عم يقدر ياخذها. ممكن هالجهاز تبعه يرجلج ولا ينظم وياخذ تاريخ عن اخذ الادويه. سو اذا ما اخذ الدواء ممكن مثلا يخبر حدا عم بيعتني بهالمريض يقول له مثلا ذكره او لازم تروح تعطيه. انا صار لي اسبوعين قاعد شغال على التصاميم في الورق وفي الكمبيوتر وتخطيط، واتخيل ان المشين راح تشتغل، ويوم راحت للتصنيع يعني كنت على اعصابي طول الوقت. يعني التصميم اذا مشى 100% خلاص يعني راح اكون قطعت جزء كبير من البروف اوف كونسبت. يلا مو بلح خلي اشتغل. اي صبر. هاي خلص. لا راح نعطيك كهرباء ونشغلها. يلا ترن. يوم وصل الجهاز حسيت ان تعبي في انا الجهاز صار لي سنه كامله تقريبا يعني شغال على تصميمه والتخطيط له، ان تعبي ما راح على الفاضي. يلا يا مهندس يلا شارع مويز الباور سورس حطيته. يلا بسم الله. جرين هذا يضرب جرين. جرين يلا جود تو جو. يلا 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 ها خلص خليه اللحظه حط من سنه انا حط من هذاك النار. يعطونا الوان. لا ماشي واحد اوكي خلاص تبقى رواد. أبي ون واحدة سبيرل ون ون بروس يلا واحدة. لا ضغط واحدة ليش كذا؟ إيه كسرت كسرت الزر ضغط قوي متحمس أنا خفت عليه. يلا يلا كانت راحة ما توصف.